مزيد من المتابعة بشأن هذا الموضوع مع ضيفي من رام الله نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح دكتور صبري صيدم. دكتور صبري، لا شك أنه الأمر يتجاوز إلى حد كبير حتى تصريحات سموتريتش وبينغ فير، تصريحات من أحزاب أو من مسؤولين في البرلمان أو الكنيسة، مسؤولين في حزب الليكود. نتنياهو نفسه قبل أسبوع كان أشار للموضوع. ربما الفارق هو التصريحات علنية أو غير علنية، يجب أن كما قال المسؤول نفسه في غرف مغلقة. ما الذي يعني هذا بالنسبة للفلسطينيين، وهل باتت هذه السياسة رئيسية للحكومة الإسرائيلية الآن؟ نعم، تحياتي لكم، تحياتي لشعبنا العظيم. ما من شك بأنه التصريحات الآن باتت مفتوحة على مصراعيها، الكل يتسابق الآن في إطار الحكومة الإسرائيلية لإطلاق التصريحات. ذات الوزير الذي أشرتم إليه قبل قليل هو الذي قال أيضا بأن أغلبية الإسرائيليين باتوا يؤمنوا بضرورة إبادة الأهل في قطاع غزة، وهذا الخطاب حقيقة هذا ليس خطابا حربيا أو عسكريا فقط، وإنما خطاب بالكراهية بامتياز، يستوجب تحقيق ما قاله بوريل بالأمس من المفوضية الأوروبية عندما قال بأنه على العالم أن يتدخل الآن لفرض حل. وأنا أعتقد أنه الأمور وصلت إلى نصاب لم يعد بالإمكان التعامل مع هذا الملف باعتبار أنه ملف إسرائيلي فلسطيني. هذا أمر بات يمس البشرية قاطبة، سيما وأنه الحديث عن الإبادة، وبالأمس القريب سمعنا وزيرا آخرا يتحدث عن إلقاء قنبلة نووية على الأهل في قطاع غزة. وما يجري في طول كرم وما يجري في كل الساحات واضح أن إسرائيل تريد أن تفتح هذه المعركة على مصراعيها لأنها تربطها على ما يبدو هي ماضية في هذا الاتجاه، لأنه الآن تم تأكيد أنه فتحت محادثات ونقاشات على سبيل المثال مع الكونغو، مع دول أخرى فيما يتعلق بخطة هجرة تصفها بأنها طوعية من غزة، وهناك حتى مقترحات تناقش داخل الكنيسة سرا لإثارة هذا الموضوع، حتى أنه وزيرة المخابرات جيلا غامليال قالت أن الهجرة الطوعية هي البرنامج الأفضل والأكثر واقعية حسب وصفها لليوم التالي للحرب، لانتهاء القتال. ماذا يمكن أن يقدم عليه الجانب الفلسطيني سواء في غزة سواء في الضفة، السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي نفسه، لإيقاف مثل هكذا خطط يتم مناقشتها بصرف النظر عن آراء المجتمع الدولي أو القانون الدولي؟ هل ستلتزم إسرائيل؟ نعم، دعيني أقول بأنه يطلق الآن من تصريحات هو مرتبط بعقيدة واحدة يمتلكها نتنياهو، هو أن المعركة لو أوقفت الآن، لو شاءت الأقدار نفترض أن المعركة أوقفت الآن، وأن نتنياهو تكونت لديه العلاقة أو الاعتقاد بالأحرى بأنه استطاع أن يحصل على الرهائن واستطاع أن يدمر كما يقول القدرة العسكرية لحماس، هو لن يتوقف، لأنه هذا هو لب الصراع، مشروع التهجير. وهذا المشروع ليس بجديد، كما تعرف تاريخيا حاولت إسرائيل الحديث بهذا الاتجاه. دورنا نحن على مستوى الفصائل الفلسطينية، على مستوى السلطة الوطنية، على مستوى منظمة التحرير، هو إحباط هذا المشروع. إحباط هذا المشروع يتأتى من خلال دخول أكبر كم من المساعدات لتمكين الأهل من الصمود. مزيد من الحديث عن هذا الموضوع ينعكس بالإيجاب على المشهد من ناحية أنه الفلسطيني تبدأ الأمور تتضح أمام أعينه بأن القضية ليست نزوح إلى رفح وعملية عسكرية ضد فصيل، وإنما الإجهاز على الهوية الفلسطينية، وعليه الفلسطيني يزداد تمسكا وتشبثا بأرضه، ولكن هذا يتطلب أن يكون هناك مقومات عملية على الأرض، فيها حراك دبلوماسي على مستوى أوروبا، فيها نتيجة إيجابية من محكمة العدل الدولية، فيها تركيز على الأمم المتحدة من خلال الذهاب من جديد ربما لمجلس الأمن أو الجمعية العامة لطلب تحقيق الاعتراف الكامل بفلسطين، وعليه إسرائيل بأنه هناك حصار دبلوماسي متصاعد وهناك حالة ردي. ولكن هل إسرائيل ستكون معنية؟ يعني كان هناك حتى توجه للجمعية العامة في أكثر من مناسبة بتصويت كبير لصالح الوقف إطلاق النار، تجاهلته إسرائيل داخل مجلس الأمن نفسه قرار فيما يتعلق بإدخال المساعدات بعد نقاشات طويلة وماراثونية، المساعدات باتت أقل مما كان عليه قرار مجلس الأمن، وبالتالي هل ستلتزم؟ لأنه حتى هناك صراع وسجال
علني بات ما بين الإدارة الأمريكية وهؤلاء هذين الوزيرين والمسؤولين في الحكومة، لكن لافت هنا أنه أمريكا لتقول ترفض الترانسفير أو مسألة الهجرة طوعية أو قسرية من حيث المبدأ، تدافع عن الحكومة على أساس أن الحكومة الإسرائيلية لا تمثل وليس من خططها هذا الأمر. لا، دعيني أقول لك بأنه عندما نتحدث عن جهد ما، يعني عندما نتحدث عن الجمعية العامة، إحنا لا ننظر إليها بمعزل عن خطوات إضافية. إحنا نقول بأنه يجب أن تتكاثف كل الخطوات باتجاه أن يكون هناك تأثير. أنا قلت بأنه موقف من أوروبا، موقف من بوريل تحدث عنه، اعتراف بفلسطين من خلال الأمم المتحدة دولة كاملة سيادة، الضغط على الإدارة الأمريكية، الضغط الشعبي، دور سفاراتنا، دور جالياتنا، كل هذه الجهود كلها يجب أن تتقاطع مع بعضها البعض، لأنه الخطاب لم يعد خطابا عسكريا كما قلت، هذا خطاب كراهية وامتياز يتعزز يوما بعد يوم. اليوم الحديث عن الإبادة، بالأمس القريب قلنا قنبلة نووية، الحديث الآن تنافسي ما بين ليبرمان وما بين بن غفير وما بين سموتريتش ومن نتنياهو، الكل يتسابق الآن ليكيل كل التهم، والخطاب العنصري يتصاعد والعالم يتفرج، وبالتالي إسرائيل الآن باتت تشعر أنها مأزومة. دعيني أقول بصراحة لماذا أرى بأنها مأزومة؟ لأنها ترى أن الغطاء الشعبي والرسمي لم يعد كافيا لاستمرار عمليتها العسكرية الموسعة بالضفة الغربية، لأنه مشروعها مرة أخرى ترحيل كل فلسطيني، وليس كل الفلسطينيين فقط في غزة، إحنا نتحدث عن الفلسطينيين على طول الخارطة. اليوم مثلا إسرائيل تتحدث عن تهجير بعض الأهل من فلسطيني الداخل باتجاه مناطق السلطة باعتبار أنه أصبحوا خطر على أمن الدولة. إذن مشروع تهجير عن بكرة أبينا، لذلك هذا يستوجب توحيد نشاطنا السياسي الدبلوماسي الفلسطيني، أن يكون هناك وحدة فصائلية على الأرض، وكل ما ذكرته من النقاط التي من الواجب أن تؤدي إلى نتائج عملية فعلية على الأرض للضغط على إسرائيل. اليوم إسرائيل تتحدث كما قلتم في تقريركم عن إدخال المساعدات للشمال، طبعا نأخذ بعين الاعتبار أنه هذه منطقة إسرائيل اعتبرتها بحساباتها العسكرية أنه خلص سقطت وأنه الفلسطينيين لن يعودوا إليها، لتفاجأ أنه هناك حوالي 700 ألف فلسطيني ما زالوا في الشمال، والعالم يضغط باتجاه إدخال المساعدات. إسرائيل تقول بالمقابل أنا تبحث عن طريقة، وأنا أتفق معك أنه تراجع منسوب المساعدات بعد القرار 2720، ولكن في المقابل أيضا هناك موقف دولي يتصاعد باتجاه تغيير نمط هذه العملية. إسرائيل تهجم إلى الأمام، هجمت باتجاه اغتيال الشيخ صالح العروري، هجمت الآن باتجاه قصف في كل الأماكن، وأيضا ربما تكون عملية عسكرية موسعة باتجاه اليمن، وعليه إسرائيل تريد أن توسع نطاق المعركة حتى تحظى بغطاء مجدد لتخوض هذه العملية العسكرية وتخرج من حالة الأزمة الشعبية والرسمية الحاصلة الآن. شكرا جزيلا لك من رام الله، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح دكتور صبري صيدم، شكرا جزيلا.